وزير الخارجية يؤكد على ضرورة غياب حماس من المشهد الفلسطيني. النمسا ترفض اقتراح فرنسا إرسال جنود إلى أوكرانيا. خبير نمساوي: عقوبات الغرب ضد روسيا عززت موقف بوتين. أستاذ جامعي الهيئة الإسلامية في النمسا تنتهج أيديولوجيا حماس. خبراء يتوقعون ازدياد حالات الإفلاس في العام 2024. وارتفاع عدد أوامر منع الاقتراب بسبب العنف ضد النساء. مرحبا بكم في نشرة الأخبار بعد غياب طويل لي عنكم على النمسا ميديا، وأنا ريم أبدأ معكم. وفي خبرنا الأول، أكدت النمسا دعمها للسلطة الفلسطينية وجهودها للإصلاح إضافة لحل الدولتين لتحقيق السلام، معلنة تخصيص 10 ملايين يورو إضافية لمساعدة السكان في غزة. وأكد شارلنبيرغ في لقاء مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية في رام الله على أن السلطة الفلسطينية هي شريك حيوي، وأن النمسا تدعم جهودها في الإصلاح، وأن حركة حماس لا يجب أن تكون جزءا من المعادلة مرة أخرى. وقال نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الخضر فيرنا كوغلا أن عواقب إرهاب حماس لا ينبغي أن تؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا. أعلنت النمسا رفضها اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، مشددة على أهمية الحلول الدبلوماسية. واعتبر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أن تصريحات ماكرون تسير في الاتجاه المعاكس لما هو مطلوب حاليا، وهو المنظور الدبلوماسي، فيما أشار ماكرون إلى عدم وجود اتفاق حول هذا الموضوع في باريس، معترفا بالجدل المحيط به. وحذرت روسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا، مؤكدة عدم مصلحة الدول الغربية في ذلك. أثنى أستاذ العلوم السياسية جيرهارد مانغوت على الاقتصاد الروسي وفشل سياسة العقوبات الغربية، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه وضعا أفضل الآن. واعتبر مانغوت أن الإطاحة ببوتين غير واردة حاليا، حيث تحتفظ روسيا بقوتها الاقتصادية، واعتبر أن الحرب في أوروبا مستمرة، واللاجئون الأوكرانيون يستمرون في البحث عن ملاذ آمن في الاتحاد الأوروبي. وقال مانغوت أن الصراع لن ينتهي سلميا عن قريب، مشيرا إلى ضعف المعارضة وقوة دعم الناس لبوتين. حذر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا عدنان أصلان من تحديات الإسلام السياسي في النمسا، مشيرا إلى أن الإسلاميين يخفون أجندتهم المعادية للديمقراطية ويستغلون الديمقراطية لأغراضهم. وشدد أصلان على خطورة جهل السياسيين في النمسا عن أهدافهم، وطالب بضرورة مواجهة هذا الخطر بشكل جدي والكشف عن جذوره ومصادر تمويله، خاصة بعد عملية الأقصر. وأضاف أن الهيئة الإسلامية تعمل بأجندة حماس وتأتمر من تركيا والبوسنة إضافة إلى قطر، حيث لا يتم تعيين الرئيس إلا بعد موافقتهم. توقعت شركة التأمين على القروض أكريديا زيادة في حالات إفلاس الشركات بنسبة 9% في النمسا للعام 2024، مشيرة إلى أن قطاعات البناء والتجارة هي الأكثر عرضة للخطر. وتوقعت الشركة استقرار الحالات في العام 2025، فيما تظل التحديات الاقتصادية كبيرة بسبب النمو الضعيف لمنطقة اليورو والتضخم المرتفع، وتواجه الدول المجاورة وضعا مماثلا باستثناء سويسرا، حيث يتوقع انخفاض الإفلاس بنسبة 5%، بينما ترتفع في التشيك بنسبة 6%، وسلوفاكيا 8%، وألمانيا 13%، وإيطاليا بنسبة 19%. ارتفع
ارتفع عدد أوامر منع الاقتراب في النمسا خلال العام الماضي إلى أكثر من 15 ألف منع مع تصدر العاصمة فيينا القائمة. وشهد العدد ارتفاعا مستمرا منذ عام 2020 حيث بلغ قرابة 11 ألف أمرا، ودعت المنظمات النسائية إلى إجراء لوقف العنف ضد النساء بعد مقتل 6 نساء بينهم طفل هذا الأسبوع، وأيضا إلى احتجاجات ضد العنف مطالبين بزيادة التمويل لخدمات دعم النساء والتوعية بالقضايا النسائية وتحسين تدريب الشرطة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ريم، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.